معاكم اللاعب علي محمد العجمي، عمري 17 سنة، لاعب نادي التضامن الرياضي ولاعب المنتخب الوطني للكاراتيه. بداية دخولي لعبة الكاراتيه كانت عام 2013، دخلت نادي التضامن وكانت تفاصيل، كانوا الكابتن بالمدرسة جاني وشاف بالمسابقات اني افضل واحد فيهم واخذني والتحقت بالكاراتيه من 2013 الى حاليا، الى الحين مستمرين ان شاء الله. تفاصيل لعبة الكاراتيه، اول شيء لعبة الكاراتيه تكون من شيئين، الكاتا والكوميتي. الكاتا اللي هي الاستعراض الوهمي، اللي مو سين ضد بعض، استعراض وهمي. اما الكوميتي اللي هي لاعبين يلعبون ضد بعض وفيها نقاط، فيها نقاط وفيها تحكيم، حتى الكاتا فيها تحكيم. اللي استفدته من هذه الرياضه، اول شيء علمتني ثبات انفعالي، علمتني تنظيم الوقت، شلون انظم وقتي بين الرياضه والدراسه، وهذا شيء يعني شيء فادني بحياتي، حياتي الدراسيه. النزال اللي لعبته ما نسيته، اللي هو نهائي بطولة آسيا كازاخستان، كان أول بطولة لي آسيا، لعبت نهائي ضد لاعب سعودي والحمد لله انتصرت عليه بنتيجة 6-2، كانت عام 2021 بكازاخستان. جدولي بالتدريب، اتمرن يوميا ما عدا يوم الجمعة يكون أوف، ونتمرن باليوم تمرينين، تمرين قبل الفطور وتمرين بعد الفطور، هذا بأيام رمضان. أما بالأيام العادية يكون تمرين واحد يكون على الساعة 4:30. التمارين اللي أخذها، طبعاً أخذ أكثر من تمارين على حسب فترة التجهيز، إذا كانت قبل البطولة أو فترة طويلة أو فترة صغيرة. إذا كانت قبل البطولة فترة طويلة تكون تمارين تجهيز بدني، وإذا كانت فترة قصيرة تكون يعني أغلبها مباريات وتجهيز للبطولة. التدريب بشهر رمضان ما أتوقع أنه يأثر، بالعكس يفيدك زيادة، إنك تقدر تمرن وأنت بدون ما تأكل تتحمل، وبس ما في فرق يعني. عشان أكون ناجح بين الدراسة والرياضة لازم أول شيء أنظم بينهم، يعني أحدد وقت للتمرين وأحدد وقت للدراسة، وهذا شيء إذا نظمته أمورك راح تمشي وتكون ناجح بالفين. أغلب الإصابات تكون تمزق والرضوض، ونادراً جداً يكون كسور. وشلون أتفادى هذه الإصابات؟ لازم أول شيء تسخن عدل، تسخين شيء مهم بهذه الرياضة عشان تتفادى الإصابات وتتفادى أنك تصيب نفسك وتصيب اللاعب اللي ضدك. عارف نقاط ضعف اللاعب اللي قدامي، إذا كان عندي نزال ضده أكون إذا لعبت معاه مثلاً من فترة قبل لعبت معاه، أشوف المباريات وأشوف أخطاء وألعب على أخطاء عشان أقدر أفوز عليه. أصعب وأسهل تمرين هو تقريباً أصعب تمرين يكون تمارين التحمل، لأن فيها تعب وفيها تقويات. وأسهل تمرين، وما أتوقع في تمرين سهل، يعني كل تمرين متساوي بنفس الشيء. بالنسبة للمعسكرات والبطولات، رحت معسكرات مع النادي ومع المنتخب. أول شيء راح أبدأ بالنادي، رحنا معسكر مصر، جمهورية مصر عام 2017، ورحنا معسكر أيضاً 2018 في مصر مع النادي، ومع النادي أيضاً رحنا بطولة عمان دولية وحققت فيها ذهبيتين. وأيضاً الآن مع المنتخب رحنا بطولات كثيرة مع المنتخب معسكرات. نبدأ بمعسكر 2021 في تركيا، ولعبنا بطولة الدوري العالمي، وأيضاً رحنا بعدها بطولة آسيا كانت عام 2021 في كازاخستان، حققت فيها المركز الأول، ورحنا بطولات كثيرة أيضا. أهمية البطولات تعتبر شيء مهم جدا لكل لاعب، إنه يطور نفسه ويشوف نفسه وين وصل بالتمرين، يحدد مستواه عن طريق البطولة، إذا كان يقدر يجيب الميدالية أو لا، وإذا ما قدر يطور من نفسه وراح يقدر يجيبها. الفرق بين التمرين بالمعسكر والتمرين بالنادي، أول شيء التمرين بالنادي يكون تمرين طبيعي مثل أي تمرين يعني، أما التمرين بالمعسكر يكون في التحام، او مثل ما تقول نلعب مع لعيبه اول مره نشوفهم، وهذا يطور من اللاعب، يطور من نفسه ويخليه مستواه يرتفع. دور مدربي معي بالمنتخب بالنادي، وشيء راح ابدا بالنادي، كابتن حسام السعيد، كابتن احمد السوكي، كابتن احمد حنفي، سووا معي اشياء كثيره وحاب اشكرهم، يعني هم يعدلون من اخطائي ويطورون من مستواي وتماريني. ومدرب المنتخب اشكر كابتن سعد الرشيدي وكابتن جابر الحماد، هم اللي يطورون من سوي أيضاً ويعدلون من أخطائي، وإذا مثلاً عندي شيء ناقص يطورون منه. أول شيء نحتاج عشان نحقق إنجازات مثل ما تقول الدعم، هذا شيء مهم من معسكرات من بطولات دولية وداخلية، حتى لأن البطولات الداخلية تطور من اللاعب. دور ولي أمري الوالد والوالدة لهم دور كبير حرفياً، دور بالنفسية، دور بالتفكير الذهني، ودور أيضاً بالرياضة، إنه يحفزوني إني أكمل بالدراسة وبالرياضة، لهم دور كبير. حاب أشكره الوالد والوالدة وأيضاً إخواني وجدي وجدتي. علاقتي مع ربعي بالنادي بالمنتخب علاقة قوية جدا، حتى يعني احنا نطلع مع بعض ونكون مثل ما تقول اخواني. اللاعب اللي حفزني ويطور من مستواي اخوي عبد الهادي العجمي، ايضا لاعب المنتخب، كل ما شاف عندي غلط يساعد ويقول لي عن الغلط عشان اطور من مستواي. عندي اكثر من طموح،
مثل ذهبية بطولة العالم وأيضا ذهبية الأسياد والأولمبياد بإذن الله. طبعا البطولات الآسيوية والعالمية إذا طلعت راح أتعلم من اللعيبة يكونون أكبر مني وأكثر خبرة، فأتعلم منهم وأخذ من خبرتهم عشان أطور من نفسي. إذا كان عندي بطولة أو نزال أحضر نفسي عن طريق قبلها بأسبوعين، يعني أعدل نومي، يصير نومي يعني مثل ما تقول منتظم، وآكل أكل مفيد، أبتعد عن المطاعم وأواظب على التمرين وما أقطع عنه. شلون أكون لاعب ناجح؟ أهم شيء إنك استمرارية، والاستمرارية استمرارية شيء مهم، إنك تواظب أول شيء بين دراستك وبين تمرينك. الشخص الناجح بالدراسة بالطبع راح يكون ناجح بالتمرين وبالرياضة خاصة. قدوتي بالرياضة داخل الكويت لاعب أحمد المسفر لاعب نادي يرموك، وقدوتي برا الكويت اللاعب عقيف. أقدم نصيحة للشباب اللي بعمري إنهم يدشوا رياضة، أول شيء إنها راح تساعد وترفع لياقته البدنية، والرياضة شيء مهم لكل إنسان يعني عشان تحافظ على صحته وتحافظ على نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اللاعب سالم فهد سالم حيان، عمري 12 سنة، ألعب نادي خيطان تحت 13 سنة. بداية دخولي ممارسة لعبة كرة القدم كانت في نهاية 2020، دخلت نادي النصر، بعدين طلعت رحت نادي خيطان نهاية سنة 2022، استمريت وياهم لحد الآن. تفاصيل كرة القدم تلعب فريقين، كل فريق 11 لاعب، والمراكز مالت افريقيا في حارس، في قلوب دفاع واظهره وسط وجناح ومهاجم، وكل كل فريق عنده مدرب خاص في هذا الفريق عشان يدرب يكون هذا كل عنصر من هذا الفريق. اللي استفدت من الرياضه اني اكون قد المسؤوليه واحافظ على جسمي. المباراه اللي لعبتها ما انساها كان ضد السالميه، كان في الشوط الأول متقدمين علينا 1-0، وفي الشوط الثاني قلبنا نتيجة 2-1، سجلت هدف الفوز. ألعب بالأسبوع 5 أيام وساعة واحدة برمضان، وبعد رمضان ساعتين. تدريبي دائما كل يوم أحد نلعب لياقة، يوم أربعة نلعب تسديد، والأيام الباقية نتدرب على الاستلام والبسط. أنا دائما أقسم وقتي بين الرياضة وبين الدراسة. لما أرجع من المدرسة أنام شوي، أتغدى، أروح النادي، لما أرجع من النادي أتسبح، أدرس، بعدين أتعشى. وأنا كرة القدم فيها إصابات عديدة مثل رباط صليبي، كسر رجول، وإذا تبي تعالج منها لازم أنك تلتزم أنك ما تلعب، تقعد بالبيت. إذا كان عندي مباراة وكان قدامي شخص أعرف نقاط ضعفه بالتدريبات، هو قبل المباراة يلعبون، فأعرف أضعاف هذا الشخص وأقدر أراوغ منه أو أني ألعب باص. أصعب وأسهل تمرين بالنسبة لي، أولاً أصعب تمرين بالنسبة لي تمرين اللياقة، أسهل تمرين بالنسبة لي الباصات والاستلام. دور المدربين معاي كبير، مثل كابتن فايز وكابتن عبد الكريم وكابتن حبيب وكابتن مجيد، دورهم وياي كبير، ويحاولون أول شيء أني قبل اللعب بالمباراة أني أحسن أخلاقي بالمباراة، بعدين أول شيء يقولون أحسن أخلاقك بعدين اللعب. دور أهلي معاي كبير، مثل والدي فهد سالم حيان والوالدة، يشجعوني بالمباريات دائما يحفزوني أول ما أوصل من النادي. أول شيء أحتاج أني أمارس هذه الرياضة وأدخل نادي عشان أتطور لعبي أكثر وأكثر. لما أشوف مباريات بالتلفزيون أتعلم أني شلون أتمركز عدل، وأني ألعب باصات عدل، وشلون أشوف الملعب كله. فريق المفضل داخل الكويت هو القادسية، خاصة اللاعب بدر مطوع هو قدوتي بالكويت. خارج الكويت هو نادي برشلونة، خاصة اللاعب ميسي هو قدوتي خارج الكويت. إذا أنت بتكون لاعب ناجح في رياضة كرة القدم لازم تلتزم بالتدريب وعشان تطور وتصير لعبك أحسن وأحسن. النصيحة اللي أقدمها حق الناس الشباب اللي عمري اللي ما يلعبون رياضة أنهم يمارسون كرة القدم عشان أو أي رياضة أخرى علشان ما تجيك أمراض، يعني إن شاء الله لا تجيك أمراض،
عشان جسمك يكون زين.